عادل الإمام على الرغم إنه له شعبية كبيرة بس تهاجم من فنانين كتير، ده غير إن في فنانات رفضوا يمثلوا معاه. الفنانة نجلاء فتحي من ضمن اللي رفضوه وممثلتش معاه في فيلم عصابة حمادة وتوتو، وده علشان اللبس مكشوف، وقالت عنه إنه فساد لمحاربة الفساد. مع الشعب اولا اعماله كلها فساد لمحبه الفساد، يعني يطلع الفاسد في الاخر هو الرابح. برضو اثار الحكيم هجمته لما رفض تمثيل بنته ومراته، وقالت ازاي عايز يبوس السيدات في الافلام ومش راضي ده على مراته وبنته. اما مريم فخر الدين فشافت انه ممثل عادي زينا وهجمت لقب الزعيم اللي اتوصف بيه، وقالت انه زعيم بس في مسرحيته. فنان عادل هو ممثل زينا بيعرف يرفع حاجب ويقفل حاجب ويفشخ بقه ويكشر، وممثل زي اي ممثل يعني باختصار.